مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الريال يقرض الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الريال 7 أريل، والسبعة أريل 700 إلى 7000 إلى 7 ملايين إلى 7 مليارات إلى 7 تريليونات وهكذا. هذا فضل الله يؤتيه من، والله فوق ذلك يضاعف لمن يشاء والله واسع. شوف كيف السعة، يعني لا تبخلون، وسعوا على أنفسكم فيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، عليم عليم بنواياكم وصدقكم وإخلاصكم وقلوبكم.